استاذ رفعت الله يعطيك العافيه. الله يعافي قلبك. بس احنا بدنا نورجي للطلاب انه اللي بيحفظ معاني ما بيعاني معانا ابدا. شوف شوف نكتب هالشغله. يلا حكيت يا رب اول. يا رب. طلع. شو هاي الكلمه؟ نيو. شو معناها؟ جديد. جديد. طيب شو هاي الكلمه؟ نو. لا هاي برضو كلمه نيو. هدول الاثنين نفس اللفظ. حرف الكي لا يلفظ. أوكي. حرف الكي بعديه ان، الكي لا يلفظ. نيو هاي التصريف الثاني من يعرف من نو. طيب طب شو هاي الكلمه؟ نيوز. نيوز شو معناها؟ اخبار. اخبار. طب كلمه اخبار مفرد ولا جمع؟ مفرد. مفرد مع الاسفن شو مالها؟ اصليه. طلع لي نفس الاشي. شو هاي الكلمه؟ نو. شو معنى نو؟ لا. لا. طيب شو هاي الكلمه؟ نو. نو حرف الكي بعدين لا يلفظ. شو معناها؟ يعرف. يعرف. طب شو هاي الكلمة؟ ناو. ناو شو معناها؟ الآن. الآن. إذا أنت بإمكانك تشتق من الكلمة كلمة فبتصير تعرف معاني. مثلا شو هاي الكلمة؟ تايب. شو معنى تايب؟ يكتب. يكتب بيجي معناها نوع. طب شو هاي الكلمة؟ كند. كايند. كايند معناها نوع. طب شو هاي الكلمة؟ سورت معناها نوع. شوف هدول الثلاث كلمات معناهم نوع. كلمة تايب معناها نوع، لكن في كلمة تايب عرفت is typing now بيجي معناها يكتب. يكتب. وكلمة كايند بيجي معناها نوع. في كلمة كايند انت شخص، شو اسمك انت؟ همام. همام is a very kind person. كايند بيجي معناها لطيف. اذا انت بامكانك تشتق من الكلمة كلمة. كلمة. الله يعطيك العافية يا رب. السلام عليكم.